نحو مزيد من الانهيار يتجه اقتصاد البلاد، ومعه أحوال الناس المعيشية المتدهورة. انهيار للعملة ثم ارتفاع حاد للأسعار يعني عجز مئات الأسر عن توفير حاجتهم الأساسية. احنا ما ذنبنا، انا اول ضحية، صاحبة بيت، صاحبة البيت اشتي يخرجني للشارع، ما بيش معي ايجار ولا معي معاش، زوجي دخل في حالة نفسي بسبب المعاش، وانا مكلف بين اشكى على جهالي، ولا انا دار اي نسير ولا انا دار اي نجي، بيطلعوني القسم 24 ساعة، ما بيش معي معاش. كان اصحاب البقالة يرحمونا، امس العشي قلت اشتري واحد زبادي واحد حليب، قال اشتي 750 في واحد حليب واحد زبادي، النسي النجي. لا يعرف الناس ماذا يفعلون لتوفير وجبة تبقيهم على قيد الحياة، فمصادر الدخل متوقفة وأسعار السلع الغذائية والدواء في ارتفاع متواصل ومتزايد، في حين لا بوادر لاستقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية. انهيار اقتصادي مروع انعكست آثاره السلبية على الجميع. ارتفاع الدولار صعب المعيشة على المواطن اليمني، يعني كل شيء غلي لا فوقنا، يعني حرب وكل شيء، وحد الغلاء بيزداد. يعني انا كنت ابيع الغلاء سلم يعني ب50، اليوم ابيع ب100، يعني ما فيش معي خراج. كنت اشتري قطن ب2600، اليوم ب3200. هنا في صنعاء كما في باقي المحافظات يشكو الناس من غلاء الاسعار، ويطالبون الحكومة ومعها العالم للتدخل لوقف تبعات انهيار العملة التي تفاقم معاناتهم وتصعب حياتهم وقد تحيلها للمستحيلة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا وتضررا من الحرب. هناك أسر لم يجدوا قوت يومهم بسبب ارتفاع الصار تدهوروا، وهناك نزوح من قبل المحافظات ولم يراعوا وضع المواطن اليمني، والأعمال لا توجد. تقديرات الأمم المتحدة قالت إن أكثر من 8 ملايين يمني يعانون من الجوع الحاد، في حين تعد اليمن البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد 75% من سكانه على المساعدات بسبب انقلاب الميليشيا والحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام. ليأتي الانهيار الأخير الذي يشهده الريال ويحيل أغلب السكان إلى فاقد الحيلة تماماً. حالة تدهور كبيرة في المستوى المعيشي أدت بالضرورة إلى انعدام الأمن الغذائي واتساع رقعة الفقر، فما الذي تنتظره الحكومة وتحالف والعالم لإنقاذ اليمنيين من كارثة إنسانية محققة؟